معلش، طب تسمحي لي انا بسؤال الاول؟ طبعا اتفضل اتفضل حضرتك اسال. انتوا عندكم في معشر الانس والبني ادمين وكده الهبل ده عادي صفه منتشره كده؟ ليه كده حضرتك؟ يعني ليه الغلط ده؟ على فكره انا ما اقصدش اي اهانه. او لما حضرتك توصفني انا بالهبل تبقى مش اهانه؟ لا يا باشا، اهانة. عارفة الإهانة إيه؟ لما واحدة تتربى على إيد مستشار محترم دكتور في القانون الجنائي قلمه ما كتبش حكم منحرف وما حطش إيده في قرش حرام، وتيجي بعد كده هي تكمل مسيرته بالنحكشة في ثغرات القانون علشان تاخد أحكام البراءة للمجرمين والحرامية، ما تبقاش دي إهانة أكبر من الهبل؟ ها؟ طيب بلاش. لما واحدة تكبر وتتعلم وتقرا في كل ثقافات الدنيا وتبقى واحدة من أشطر محامين جيلها وبعد كده تسلم نفسها لنصاب نصاب رسمي يقوم يضحك عليها بإيه؟ بشوية كيمياء وعزايم سوريالي، ده والنبي ما بقاش هبل. مش نصاب أسرار، ما نصبش عليا. أنا شفتك فعلا بعينيا دي وأنت بتتحرق قدامي.